واصلت وزارة الداخلية تفعيل مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في 626 فرع لكبرى السلاسل التجارية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. يوم جديد ومعه تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد التي تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية وتنفيذا لتوجيهات سيادته باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمراقبة الأسعار مع العمل على خفضها بما يلائم ومستوى دخول المواطنين. المبادرة في مرحلتها الجديدة لمحاربة الغلاء تشارك فيها كبرى السلاسل التجارية بأفرعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، 626 فرعا لهذه السلاسل بكافة المحافظات تتوافر فيها السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل فيها نسبة التخفيض إلى أكثر من 30% أحيانا، وتتسم هذه المنتجات بجودة عالية قد تفوق مثيلاتها في الخارج، حيث أكد أصحاب هذه السلاسل حرصهم على المشاركة في هذه المبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. احنا اول ما عرفنا المبادرة لبينا على طول الندى واشتركنا فيها وقدمنا منتجات فيها تخفيضات تصل ل 25 و30% في اهم الاصناف الاستراتيجية زي السكر، الزيت، الرز، السمنة، اللي هي حتى في موسم قبل رمضان بيتم شراء البيوت فيها بكميات كبيرة. السلع الاستهلاكية المتوفرة في المبادرة اسعارها طبعا ما شاء الله تنافسية جدا، واللي احنا حابين طبعا نوصله ان هي الاصناف دي كسلع احنا بناخدها من المورد للمستهلك على طول بدون طبعا بدون اي نسبه ربح طبعا، وقد تكون المورد نفسه بيدينا عليها نسبه خصم ممكن توصل ل 30-40%. المحافظات ايضا شهدت وفره في السلع المعروضه في افرع السلاسل التجاريه وكذلك الخضروات والفاكهه في الاسواق المختلفه تحت شعار مبادره كلنا واحد لمحاربه الغلاء، بينما تم توجيه سيارات متنقله بها كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية الأساسية من أرز وسكر وغيرها إلى الأماكن الأكثر احتياجا والميادين الرئيسية بالمحافظات المختلفة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من هذه التخفيضات. المبادرة دي كويسة جدا، الرئيس السيسي بيعملها للناس بالذات على دخول رمضان وعلى في موسم جديد داخل علينا، فاحنا بندور على أسعار اللي هي المنخفضة. شايفة انها كويسة جدا، يعني هتشجع برضو حركة الشراء، برضو ناس كتير تقدر انها تنزل تشتري وحاجات كتير يعني اسعارها كويسه، فلا شايفه ان هي يعني يا ريت يكون في منها كتير. المبادره اللي عاملها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي باسعارها الجميله جدا واختيار الوقت المناسب برضو في ان دخول شهر رمضان علينا، فده بيتيح لينا ان احنا نعمل خزين بقى طبعا لرمضان، انت عارف رمضان بقى. او المبادره محدده السعر بحيث انه اللي بره برضو كي يعني ما يلعبش في الاسعار، هنا الاسعار كده حددت نفسها والوقت المناسب برضك ان احنا نعرف نشتري في الوقت ده، فالاسعار كويسه جدا وحاجه جميله والمنتج كمان كويس، يعني مش منتج عادي، كويس. مبادره قويه وحلوه الحمد لله، ربنا يديمها نعمه، وكانت مفاجاه حلوه، انا كنت جايه عادي كده فلقيت المبادره فانبسطت، يعني نفسي تستمر على طول، يعني كده تتظبط كده على طول. يعني فعلا شيء عظيم جدا جدا انك تاخد من خطوط الانتاج بتاعه الشركات والمصانع وتبيع بالاسعار غير القابله للتنافس، يعني فوق المنافسه بطريقه مش معقوله، لا دي فوق المنافسه كمان، حاجات في منتهى الجوده، منتج في منتهى الجوده بصلاحيه عاليه مده طويله ونوعيات جميله جدا جدا جدا.